الارتكاز على الرجلين او التوازن على الرجلين، انا هبدأ هاخد خطوات هجري بيها، بعد كده هبدأ اسيب نفسي رجلي ستريت واخد بوزيشن بتاعي اللي هو احنا قلناه في الفيديو اللي قبل اللي فات. قلنا نقف الوقفة بتاعتنا البوزيشن، احنا هناخد نفس البوزيشن دوت بالظبط واحنا بنجري لقدام. واحنا بنجري لقدام بنتني جسمنا سنة صغيرة تمام عشان الحركة لقدام. لما بنيجي نرجع لورا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات اللي احنا برضو لما بنيجي نرجع باك بنخلي جسمنا او ظهرنا ستريت كده معدول، ما ينفعش اميل لقدام عشان برجع لورا. تمام، نبدا بقى نتحرك، بنجري نجري 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 ستريت، بس بفضل واقف كده اهوت لحد اخر السكيت بتاعي، لحد ما السكيت بتاعي ما رجلي تقف خالص. اوكي، طبعا انا بجري بالراحه عشان بس ايه مش هينفع اجري سريع. تمام، هناخد واحد تاني اسرع من كده شويه اهو، بجري 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 بوزيشن، بفضل واقف كده، بفضل واقف بفضل واقف بفضل واقف. تمام، طيب هنرجع بقى باك باك، برجع برجع باك 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 بوزيشن، بفضل برضك لحد اخر السكيب بتاعي نفس البوزيشن بتاعي. انا لو ميلت جسمي هقع على وش لقدام، انا راجع لورا ما ينفعش اميل جسمي. تمام، هناخد برضك واحده كمان بس اسرع شويه اسرع شويه، باك 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 بوزيشن، بس لحد الاخر برضه. اوكي، لازم الناس تبدا تركز في موضوع، عشان في ناس طبعا بتيجي تقول لنا مثلا عايزين يرجعوا باك جسمهم لقدام او بيميلوا جسمهم لقدام بييجوا يرجعوا بيرموا جسمهم لورا. لازم نركز ان الجري لقدام او المشي لقدام لازم يتني جسمي، والرجوع باك لازم افرج جسمي كده اخليه ستريت، ما ينفعش يبقى لورا قوي ما ينفعش يبقى لقدام قوي. اهم حاجه في السكيت مهما كان لازم تنية الركب دي لازم.